بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أحبائي الكرام. حلمنا النهاردة بيقول: أنا حلمت إن أختي حلمت إن أنا كنت بمشي في الطريق ووجدتني أنا وزوجي فاستحت مني، فضحك زوجي، فأختي رأت إن زوجي لديه سنتين، سنة فضة في اليمين وأخرى في اليسار. أقول وبالله التوفيق في تفسير هذا الحلم أن الله تعالى سوف ينجي زوجك من ضائقة مالية مر بها، وإن شاء الله ربنا هيبدله خير بعد هذه الأزمة المالية التي مر بها. هذا هو تفسير الحلم، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.